فكره البطوله ان فكره ان احنا بنرجع دوري اتعملت، فكره ان انت ترجع دوري، دوري هو لكل الناس، كل الاعمار، الناس اللي بطلت كره بدري، اللي نفسها يعني للناس اللي بتحب اللعبه نفسها. فاحنا دي بالنسبه لي دي اكتر حاجه، ان انا باجي العب واتبسط، وحاجه مريحه بالنسبه لي، ان هي في الاول في الاخر حاجه تيجي تعملها وانت مبسوط، بس دي احسن حاجه في الدوري. كلمنا عن ازاي كنت بتعامل في الملعب، مباراه كانت صعبه في المباراه الثالث والرابع، ازاي اتكلمتوا مع بعض انت وزمايلك بين الشوطين، وخصوصا الاهداف كلها جت في الشوط الثاني، ايه اللي وجهتوه لبعض عشان توصلوا للفوز؟ احنا اتكلمنا في الاول ان الملعب واسع شويه عشان معدل الجري هيبقى كتير شويه، فاحنا قررنا ان الشوط الاول نقفل على قد ما نقدر، الشوط الثاني الفرصه اللي تجيلنا نخلصها، بس يعني ان احنا نقدر نخلص الفرصه اللي تجيلنا عشان مش هنقدر نلعب بنفس المستوى بتاع الجري الماتش كله. تنظيم في البطوله ايه رايك فيه، وايه انت شايف ان دي هتكون فرصه كويسه لان هي هتكون مكان بيفرغ مواهب للكره المصريه، ولا انت شايف ايه؟ تنظيم بصراحه كويس جدا، يعني انا بصراحه ما كنتش متوقع ان هو يبقى كده، انا كنت متوقع ان هو حاجه هو الناس هتيجي تتبسط، الناس فرق داخله تلعب وبس. لا، تنظيم مهتمين بكل حاجه، مهتمين ان هم ملاعب، مواعيد، فرق، لبس، حكام، كل حاجه، يعني هم تقريبا مش ناسين حاجه، فدي حاجه كويسه قوي. هو بيحطك في اجواء ان انت بتلعب دوري، ودي حاجه، دي اهم حاجه هو عملها، خلانا كلنا نحس ان انت، لا انت عندك ماتش ملتزم بحاجه، كوميتمنت ان انت جاي تلعب ولازم تقدم شكل كويس في الدوري ده. بس مين اللاعب اللي لفت انتباهك في البطوله سواء من فريقك او من فريق تاني؟ من فريقي في كابتن حسن غندور، الراجل ده بصراحه عمل مجهود غير طبيعي، في كابتن عمر شريف، في ناس كتير والله، يعني هم كلهم بصراحه مع يعني ما حدش كسل وما حدش قلل من مجهوده معانا، لا الناس كلها عملت بصراحه يعني بيرفورمنس عالي قوي قوي قوي. الفرق الثانيه في مروان زايد، وكان بينافس على الهداف مع شادي مجدي، كان معنا في الفريق، بس مروان فلت بالاجوان شويه. مروان زايد بصراحه يعني في حته ثانيه، مروان طول عمره يعني. بس شايف لو التجربه اتعادت، شايف ايه اللي انت نفسك ان هو يحصل في الفتره اللي جايه خلال البطوله؟ ان الفرق تبقى اكتر، ان طول ما الفرق اكتر كل ما في كونسيستنسي، كل ما البرفورمنس هيعلى اكتر، نبقى التايم يبقى طالما هو حاطط لنا كوميتمنت يبقى الناس كلها ملتزمه ان الماتشات ما تتاجلش، ما فيش حاجه تتاجل، ده هيخلينا احنا نفسنا يعني اتس سبورت في الاخر، احنا في الاول في الاخر بنيجي نلعب ونتبسط، وانت مستمر على حاجه مفيده بالنسبه لك والحاجه اللي انت بتحبها.